بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج. النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة الأولى في كورس سيكولوجية المتداول. في هذا الكورس بعد دراستك للتحليل الفني وتطبيق المبادئ اللي انت تعلمتها، ابدأ بمقدمة بسيطة نقول فيها اذا كان التحليل الفني للسلوك السعري وحركة الاسواق هو الذي يحتل مكان عالية لدى الكثير من المتداولين، وذلك لقدرته على قراءة الشارت بطريقة الى حد ما صحيحة تمكننا من توقع حركة الاسعار في المستقبل من خلال مجموعة من الانماط السعرية التي تكرر نفسها بشكل مستمر، إلا أن الأمر لا يقتصر على النماذج والأنماط، فهي على الرغم من أنها تعرفنا على كثير من مبادئ التداول والأساليب الاحترافية، إلا أنه هناك نوع آخر من التحليل يجب على المتداول أن يعرف هذا النوع، ألا وهو التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول. وربما تساءل سائل، لماذا نحن في حاجة إلى هذا النوع من التحليل؟ ألا يكفي التحليل الفني والأساسي؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، نحن في حاجة للإجابة على سؤال آخر، بل عدة أسئلة. أولا، لماذا نسبة الخاسرين في عالم التداول تتعدى نسبة الرابحين، حيث هناك العديد من الدراسات الموثقة التي أثبتت أن 10% فقط هم الذين يربحون و 90% يخسرون. ثانيا، المحير في الأمر أننا نرى محللين كبار ومستثمرين كبار لديهم رؤوس أموال كبيرة، نراهم يتعرضون للخسائر الكبيرة أيضا. نعم، 90% من المتداولين يتعرضون للخسائر الهائلة، هذا رقم خيالي جدا لا يمكن تصديقه، لكنه على أرض الواقع حقيقي جدا، وذلك يحدث في ظل أن الجميع لديهم القدرة على التحليل الفني ولديهم القدرة على التمييز بين الأنماط المختلفة من نماذج التداول على الشارت واستخراج الفرص بكل سهولة. نعود للسؤال مرة أخرى، لماذا نحن في حاجة إلى تعلم ودراسة سيكولوجية المتداول؟ إذن الإجابة على هذا السؤال تعني أنه لابد أن نتعلم أنفسنا أولا بعد أن نتعلم التحليل الفني، لأنه إذا تعرفت على نفسك وفهمت نفسك وتعلمت كيف تضبط نفسك وتروض نفسك، فإنك في هذه الحالة ستتعلم كيف تتداول وتطبق ما تعلمته في التحليل الفني تطبيقا صحيحا، وهذا ما سنقوم به في هذا الكورس إن شاء الله. سنتعلم كيف نضبط أنفسنا من خلال بناء هيكل سلوكي جديد نتبعه أثناء التداول. هذا الهيكل السلوكي عبارة عن أفكارنا ومعتقداتنا وتصوراتنا الذهنية حول أسواق المال والشارات والإشارات، حيث أنه من الملاحظ على سلوك المتداولين أثناء التداول أنه ليس لديهم هيكل سلوكي أي نظام سلوكي معين يمكنهم اتباعه أثناء التداول في بيئة التداول. في هذا الكورس إن شاء الله بعد دراسته سيكون هناك تحولا كبيرا في سلوكنا أثناء التداول، حيث نكون قد فهمنا أنفسنا ومعتقداتنا وأفكارنا، والتي هي بدورها تشكل سلوكا معينا. الهيكل السلوكي الذي سوف نبنيه بإذن الله هو الذي سوف نسير عليه ونمشي ونتحرك ونتصرف ونستقبل ونرسل المعلومات المختلفة. وعلى ذلك فإنه من خلال هذا الكورس، كورس التحليل النفسي للمتداول، نستطيع من خلاله
كمتداولين بناء أنفسنا من جديد بطريقة تتيح لنا الانضباط بشكل كامل في عملية التداول. في حاجة بتحصل أثناء التداول وانت جالس تتداول من خلال متابعتك للشرط، ممكن تلاقي فرص كبيرة جدا كويسة تتدفق أمامك على الشرط، وعلى الرغم من ذلك لا تستطيع اقتناس إحدى هذه الفرص، لا لعيب في التحليل الفني، ولكن لأن هناك مشاعر الخوف والقلق والتوتر والتردد تنتابك أثناء التداول، وكذلك الخوف من الفشل وغيرها من المشاعر السلبية التي تمنعك من رؤية واستقبال المعلومات واتخاذ القرار المناسب بالبيع أو بالشراء أو بالانتظار في الوقت المناسب. وعلى ذلك من خلال هذا الهيكل السلوكي الجديد الذي سوف نتعلمه وسوف نبنيه بإذن الله، سوف تتغير نظرتك بشكل كامل حول الأسواق وحول الشارات. إذا كان التحليل الفني سيعلمك كيفية اقتناص الفرصة التي من خلالها سوف تخرج بأعلى ربح وأقل خسارة، فإن التحليل النفسي سيخلق بداخلك الانضباط سيخلق بداخلك الانضباط الذي من خلاله تصنع الاستمرارية والربح الذي لطالما حلمت به. خلال هذا الكورس سنتعرف على حقيقة نظرتنا للسوق وما الذي يجعل نظرتنا لأسواق المال دائما تحمل مشاعر خوف وألم وتردد. هذه المشاعر تمنعنا من التقدم وتحقيق النجاح والاستمرارية. ومن خلال هذا الكورس سنفهم سيكولوجية المتداول النفسية، ستفهم طبيعة المخاطرة ولماذا لا يمكننا تحمل مسؤولية نتائج بعض الصفقات. ومن خلال هذا الكورس سنتعرف على أسباب القرارات الخاطئة وكيف يمكن علاجها. هذه القرارات الخاطئة التي تنتهي بما يعرف بالألم العاطفي، وما أدراك ما الألم العاطفي الذي يعد معضلة بالنسبة للكثير من المتداولين. وحتى أكون أكثر تحديدا، فإن حوالي 90% من المتداولين الذين يتعرضون للخسارة المستمرة يتعرضون لهذا الألم العاطفي. هم والذين مروا بهذه التجربة الأليمة، وخاصة المبتدئين منهم في عالم التداول. هؤلاء بدون شك يعرفون آثار هذا الألم العاطفي، ليس فقط بسبب خسارة المال، لكنه أيضا بسبب الشعور بالفشل مما قد يؤدي إلى الإحباط. لذلك وبإذن الله من خلال هذا الكورس المجاني والمتاح على قناة سلموني تريدينج شانل STC، سوف أمد إلى هؤلاء الخاسرين وما أكثرهم يد العون، وألقي إليهم طوق النجاة مستعينا بالله ثم بدراسة سيكولوجية المتداول، وسأعرفهم على أنفسهم، وخاصة أني أعلم أن كم متطلبات الحياة وأعباؤها كبير جدا، وأنهم ما طرقوا هذا الباب باب التداول إلا سعيا وراء لقمة العيش بطريقة حديثة لا تعتمد على التسلية أو المقامرة، لكنها تجارة رابحة بإذن الله قائمة على العلم والتكنولوجيا الحديثة وسوق العصر كما أطلق عليه هذا السوق العالمي المفتوح على مدى 24 ساعة. إلى الذين طرقوا كل الأبواب، أبواب الرزق، فوجدوها أمامهم مغلقة وموصدة، أهديهم هذا الكورس بجانب كورس آخر في التحليل الفني يتم شرحه بالتوازي والتزامن مع شرح هذا الكورس على قناة سلموني تريدينج شانل. إلى الذين طرقوا هذا الباب، باب التداول،
لا مغامرة ولا مقامرة ولا تسلية، لكنهم طرقوه على علم ودراية ووعي بعد أن غلقت في وجوههم أبواب العمل الكلاسيكية، إلى الذين خلقوا من الألم قوة ومن الدموع سكة، إلى الذين خلقوا من الألم قوة ومن الدموع طريق. أهديهم هذا الكورس. بعد نهاية هذا الكورس فإنك بعون الله تكون قد تعلمت كيفية بناء درع حماية مضاد تجاه أي معلومات من السوق أو من نفسك. هذه المعلومات قد تهدد عقلك أو تدمر نفسك. ستتعلم بإذن الله، أو تكون قد تعلمت بإذن الله، كيف تتخطى جميع الآثار السلبية الناتجة عن ممارسة التداول. وأنا كمتداول مثلك مررت بمثل هذا الألم العاطفي، ولا يوجد متداول على وجه الأرض لم يمر بمثل هذا الألم. لذلك فإني أعرف على وجه اليقين كيف يؤثر هذا الألم النفسي على حياة المتداول الخاصة والعامة، وأستطيع القول بأنه ألم حقيقي. في بعض الحالات لا قدر الله قد يصيب بالشلل، وألم قد يستمر مع المتداول فترات طويلة، لكننا هنا بإذن الله ومن خلال هذا الكورس التعليمي المجاني التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول سيتم طي هذه الصفحة القديمة الأليمة بكل تجاربها الفاشلة. إن شاء الله من خلال متابعتك لهذا الكورس ستتعلم كيف تودع الفشل وتودع الألم وتودع الخسارة، ونسير معا على جسر النجاح إلى نهايته بإذن الله، ومن هناك تبدأ رحلة الارتقاء لقمة النهاية. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.